مرحبا بكم، كيف الحال يا أصدقائي؟ ماذا رسمنا في المحاضرة السابقة؟ نعم، رسمنا هذا الصديق، القمر. لذلك لا تخافوا الآن من القمر أو الليل المظلم. نعم، ما رأيكم أن ننطلق الآن مع أصدقائنا في رحلة القصة؟ يوم جديد وفي النهار ظهر صديق جديد وقال: أنا قوس قزح الذي يجعل السماء ملونة وجميلة. اصعدوا فوقي سيكون ممتعا جدا. وصعد الأصدقاء فوق قوس قزح وصاح الأصدقاء في سعادة: ياه، إنه قوس قزح. وقال السنجاب: هيا نركب هذا وننزل إلى الأرض، يا سلام. وركب الأصدقاء قوس قزح ونزلوا إلى الأرض. نعم، اليوم جاء صديقنا قوس قزح. هيا نرسم قوس قزح معا. والآن في الورقة هيا نرسم بشكل دائري وكبير من الأسفل هكذا، من هنا إلى هنا بشكل دائري هكذا. وتحته نرسم بشكل دائري أصغر منه. ثم تحته أصغر وأصغر هكذا. نعم، هكذا حتى الأصغر. هنا نلون أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق نيلي، بنفسجي. نعم، قوس قزح في كوريا 7 ألوان. ولكن ليس واجبا أن يكون 7. والآن نلون الأعلى باللون الأحمر. وهكذا لوننا اللون الأحمر كله. وبعد ذلك باللون البرتقالي. نعم، ما رأيكم بعد ذلك باللون الأصفر الفاتح؟ ثم بعد ذلك اللون الأخضر الفاتح، أو نلون باللون الأخضر. بعد ذلك اللون السماوي. تكثر الألوان تدريجياً. ليس واجباً أن تكون الألوان بهذا الترتيب. يمكن أن تكونوا الألوان كما تريدون. وبعد ذلك باللون الأزرق. وأخيراً بعد ذلك اللون البنفسجي بشكل صغير هكذا. والآن اكتمل قوس قزح. والآن هيا نرسم الرياح في السماء. هل يمكن أن نرى الرياح أم لا؟ نعم، لا يمكن، ولا يمكن أن نلمسها أيضاً. إذن كيف نرسمها؟ يمكن أن نرسم كل شيء لا يرى. نرسم هكذا للداخل ونحن نرسم بشكل دائري. ويمكن أن تكون بهذا الشكل أو هذا الشكل.
يمكن أن ترسموها بحرية كما تتخيلونها. الرياح التي تتخيلونها. الرياح التي نتخيلها هي الرياح، لذلك يمكن أن نرسم كما نتخيل. نعم، إذن نحب الرياح دائرية، نرسمها دائرية. والآن نزيل غطاء لون الشمع السماوي بشكل خفيف هذه المرة. وكالمرة السابقة نلون بالقلم بشكل جانبي. يبدو الآن أننا نشعر بهبوب الرياح بشكل أفضل. من الجيد أن نلونها بدقة مثل ما لوننا قوس قزح، فليس واجباً ألا نلون الخلفية ولكن نرسم الرياح فقط. والآن لوننا السماء كما يحلو لنا. هيا نلونها باللون اللائق لهبوب الرياح. ثم سأرسم هبوب الرياح باللون الأزرق أيضاً بشكل خفيف. نعم، يبدو أن الرياح تهب من هذه الناحية. والآن أعزائي، اكتمل كل شيء. ما رأيكم في محاضرة اليوم؟ نعم، أرسم قوس قزح رائع، وليس من الواجب أن يكون بهذه الألوان، يمكن أن نلونه بألوان أخرى. ورسمنا أيضا الرياح. لا يمكن أن نلمس أو نرى الرياح، ولكن هيا نرسمها كما نشعر. هيا نرسم رياحا قوية ورياحا ضعيفة. والآن تطلعوا إلى المحاضرة القادمة. إلى اللقاء.